استمر تعرض مهرجان جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، رئيس الفخري لاتحاد رياضة ذوي الإعاقة والمخصصة للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي الإعاقة بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة للعام الثاني على التوالي. وتستمر المنافسة بين الأندية المشاركة من خلال تقديم أفضل العروض المسرحية بحضور فني وشبابي واسع. يحيى العمري حضر العروض وعاد لنا بالتقرير التالي. بين تراجيديات المسرح وكوميدياه، قضايا يقف على ناصيتها الفنان وينادي، يكتبها المؤلف من قلب الشارع لتصل إلى قلب المشاهد، يأتي بها المخرج عابرة للمشاعر مستندة على حرفية ومهنية الخبرات السابقة من فناني البحرين المؤمنين برسالة الفن المسرحي، المتقنين لأهمية عملية تراكم الخبرات ونقلها للأجيال المسرحية الشابة. اللي صار لما يتلاقون الجيلين القديم والجديد في محاكم مثل ذي، الجيل الجديد راح يكسب وايد خبرة حلوة وايد. يعني في عندنا ما شاء الله أساتذة قدامة قدموا حلو، لما نخلص العرض في تعقيب من كبار المخرجين من كبار الكتاب، فكان التعقيب وايد حلو حق الكل، يعني سواء تعقيب كان بناء او غير بناء، اسمه تعقيب انت تستفيد منه. فهنا على خشبة مسرح نادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي، حيث تقام مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمسرح الشبابي وللأندية، تشهد منافسة بين الأندية الشبابية التي تقدم أعمالها المسرحية بكل شغف وعطاء. اللي قواها يعني كثرة المشاركات، زين، وبعدين يعني الكل قاعد ينافس لأن في جوائز، يعني لو كان ما في جوائز كان ما ظنيت بتكون هالمنافسة، لكن المنافسة، وبعد لا ننسى أنها تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن حمد، فالكل حريص أن يشارك فيها. المنافسة عند الشباب دائما تصنع الابتكار، سمو الشيخ خالد بن حمد دائما يصنع ابتكاره في البحرين في روح الشباب. أنت لما تقدم مهرجان مسرحي خصوصا مهرجان شبابي، الشباب عندهم طاقات إيجابية، طاقات تطلع كل طاقتك كل ما يملك، من حيث السلوك، الأداء، الترفيه عن نفسه، حبه للمسرح. الأداء المتقن والدقة في تقديم العروض كانت الدافع الأول لتوافد الحضور من مهتمين وفنانين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بروعة ما تفرزه المنافسات من أفضل النتائج التي جاءت نتيجة التدريب المستمر والمكثف استعدادا ليوم العرض على هذه الخشبة. من هنا ينبع المسرح، من أصل الإنسان، من رغبته الحقيقية في التجسيد، من خياله الواسع، من أصل الحياة، هي الشرارة الأولى التي تلهم الفنان العطاء. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.